عايز اقول لك ان الفيل الازرق انا واحد من الناس من الجمهور اللي اول ما يعرف اصلا ان كريم عبد العزيز بيعمل فيلم، بس انا عشان ادخل لكريم عبد العزيز زائد بقى ان طبعا الفيل الازرق الجزء الاول طبعا هبلني، فانا مستني بقى كنت اشوف ايه اللي حصل في الجزء الثاني في الفيل الازرق، ايه اللي انت عملته ده، يعني ايه الخيال ده نفسك. الاول لازم اقول لك بس الموضوع حصل ازاي، انه ما كانش متوقع خالص ان احنا نعمل الجزء الثاني، رغم ان احنا قافلين الجزء الاول دايما بباب مفتوح كده وقرص بيتبلع، القرص اللي بيتبلع اه، بس احنا فضلنا قاعدين ساكتين كلنا. أيوة ما بنقابلش بعض يعني غير لما نتكلم في كلام عادي خالص. لكن فجاه كده واحنا بنصور تراب الماس انا ومروان قال لي ما تيجي نعمل جزء جديد من الفيل الازرق. انا اشتقت للكواليس بتاعه الفيل الازرق انا وانت وكريم. اه يعني انت ما كنتش في حسابك اصلا في الاول ان انت تعمل جزء؟ لا يعني يعني عارف لما تبقى عايز تعمل يعني حاجه بس حاسس. مش عايز تقولها يعني مأمنها بس يعني سايبين قفلنا بالحبايه بعدين نبقى نشوف. بالظبط. فلما الامور كده حسينا ان احنا في اشتياق وعدينا 4 سنين تقريبا من الفيل الازرق الاولاني العرض، فقلت لا احنا لازم نعمل كده في اللوكيشن. على طول طلعت الموبايل وكتبت فايل، كتبت كده ارهاصات اللوكيشن ده في ساعتها وبدات اكتب الفكره وانا قاعد بتسلى كده وذن ساعات بسيطة كده، اديت لمروان قلت له احنا هنعمل فيلم بالشكل ده يعني. فبعته الكريم وبعتنا للإنتاج وبدوي طبعا وفجأة كلنا يلا بنعمل فيه لازرق. اه بس خلي بالك ان انت المسؤولية عليك ازيد بقى بكتير، لان انا سامع لسه كريم بيقول انتوا كمان في جزء ثالث. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ثالث؟ مفيش. لا ليه؟ لا ربنا يكرمك وتعملوا 10 اجزاء. انا شايف ان ده يفضل مكمل طول عمر لحد ما نشوفك بقى ايه، ربنا يديك العمر. هم نزلوا لنا صور. الصور اللي هو الترند ده اللي بيكبره كل الناس. ليك وليا والسقا والعز. شفتوه. احنا طبعا مسؤوليه كبيره قوي لانه الفيل الازرق الناس حبته. واحنا بننافس نفسنا اصلا يعني، كريم بينافس كريم اللي من 5 سنين وانا بنافس الكتابه اللي حصلت من 5 سنين وكذلك مروان. هو الفرق بين الفيل الازرق 1 و2 5 سنين؟ 5 سنين. انا عايز اقول لك والله العظيم انا حاسس انه ورا بعض يعني من كتر ما هو حلو وقاعد جوه الدماغ ما بيطلعش. 5 سنين 14 19 جريو هوا. وهم 5 سنين جوه الفيلم فعلا يعني برضه. وانت كانت 5 سنين في الفيلم. اه 5 سنين في الفيلم فعلا يعني كانوا يعني في الخمس سنين اللي حصل جوه الحدوته نفسها 5 سنين. طبعا تعال اتفرج على التريلر بتاعه شوف. كان في ام بتحب ابنها كده، كان اسمها لب، ابنها كان اسمه زين، كانت عايزاه يبقى احلى واحد في الدنيا. لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونه بما ان رجلك راحت على المستشفى. انت عارف بيقولوا عليك ايه في اجتماعات امانه النفسيه؟ بنجال ومدمن كرم. اللي في البيت عندك مش لبنى. مش لبنى ازاي؟ لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوك. الكلمه دي بتضايقني. يا ابني تحسني المريض كان في حالتها يا ابني، خلقت حالة وهم اني بطلع منه عفريت اسمه نائل. انت بتقول ايه؟ انت شارب ايه بالظبط؟ الفيل الازرق. ستموتين كلها عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم. دور على الساعات ديك في الحلم. طب مفيش ساعات. اوعى تنام يا يحيى. طب اوعى تنام يا يحيى. محتاج دكتور يا دكتور. كان حلو اللي حصل بينا امبارح. فاكر اخر مره لمستني انت؟ الركي خزري. لا تخاف ولكن احذر.